بدك نظام مفروض عليك من الخارج ولا انت بدك نظام تبنيه انت والسوريين ونشارك انا وياك ببنائه؟ روسيا مانا الا احتلال يا سيادة المحقق، ودائما الاحتلالات بتجي لأغراض إنسانية وبتدعي إنها جاي لأغراض إنسانية. فرنسا لما اجت تحتل سوريا قالت إنه جاي تنقذ المسيحيين. جاوبن وقتها فارس بيك الخوري وقلن بسوريا ما في مسيحيين ومسلمين، بسوريا ما في غير السوريين وبس. روسيا يا سيادة المحقق جذبت كل أنواع المتشددين والإرهاب الموجود بالعالم لسوريا ليعملوا ساحة معركة على حساب الدم السوري، ومو لمصلحة السوريين، ومو ليحاربوا النظام وبس، ليحاربوا النظام وروسيا وإيران والثوار كمان. أنت بتكون توعى على فكرة إنه السوريين هن المسؤولين عن إنقاذ سوريا، لأنه هن الوحيدين يلي بيفهموا تركيبتها، وإنه الحل ما بيجي غير مننا وفينا. الاحتلال بعمره ما بيبني لا بلد ولا مؤسسات.